أهلا بكم في المناظرة اليومية. التقى النائب أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة اليوم بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، حيث أعرب النائب عودي عن قلقه من إسقاطات قانون القومية على الأقلية العربية داخل إسرائيل، وطلب عودي من الاتحاد الأوروبي إدانة قانون القومية وتوجيه دعوة لدولة إسرائيل بإلغائه، كما وطالب أعضاء القائمة المشتركة الاتحاد الأوروبي بتصنيف حركات يمينية متطرفة كمنظمة لهافا وكهانة حاي على أنها منظمات إرهابية، ومنع زيارة ناشطيها من الدخول إلى أوروبا من دون تأشيرة. وصل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في القائمة المشتركة ائتلاف الأحزاب العربية في الكنيست إلى العاصمة البلجيكية ليلة أمس، والتقوا بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي بمن فيهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية لوكسمبورغ كجزء من نضالهم ضد قانون القومية. الاعتراف بالأقلية القومية العربية في إسرائيل كان أحد مطالب أعضاء اللجنة، فضلا عن طلب رد دبلوماسي على هدم المنازل والقرى في النقب والعنف والتحريض العنصري ومناهضة التمييز الاقتصادي والاجتماعي ضد المجتمع العربي في إسرائيل. الاجتماع كان مهما حول قانون القومية بالأساس، اتفقنا على مواصلة النقاش من خلال لجان. نحن بدأنا طريقا مهما على مستوى تدويل قضايانا. نحن ندرك بأن النضال الحقيقي بالوطن، ولكن الأبعاد الدولية أصبحت مهمة بشكل استثنائي بالسنوات الأخيرة. نحن ماضون بقوة وبثقة، ولن يهدأ لنا بال حتى ننتصر على قانون القومية ويلغى كليا. ويطالب أعضاء القائمة المشتركة الاتحاد الأوروبي بتصنيف حركات يمينية متطرفة كمنظمة لهافا وكهانة حاي على أنها منظمات إرهابية، ومنع ناشطيها من الدخول إلى أوروبا من دون تأشيرة. القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل كانت قد أعلنت بعد التصديق على قانون القومية نيتها التوجه للمجتمع الدولي بهدف خلق مناخ دولي ضاغط على إسرائيل، وهذه الجولة في الاتحاد الأوروبي تشكل جزءا من هذا الجهد. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد رياض حج يحيى، صحفي وإعلامي في موقع هيلا، مرحبا بك. وسيد جولان برهوم محلل سياسي إسرائيلي، مرحبا بك. أبدأ معك سيد جولان، كيف ترى في البداية توجه أعضاء القائمة المشتركة إلى المجتمع الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة؟ مساء الخير فراس. أعتقد أن قد طرحنا هذا الموضوع في كثير مقابلات. في اعتقادي هذه هي خيانة. تريد نقاش؟ أهلا وسهلا. تريد أن تتحدث على هدم بيوت وعندك حق؟ تفضل. داخل إسرائيل نقاش استفزازي، خارج إسرائيل ضد دولة إسرائيل، عدم قبول إسرائيل، هذا فعلا يقرب بين الوسط اليهودي والوسط العربي داخل إسرائيل. البلاغة هي أكبر وأحسن دليل قاطع على القصد. دولة إسرائيل طبعا كما قلت في مقابلات هي غير ملاك، والله لا، دولة إسرائيل هي أبارتهايد. لو هي كانت أبارتهايد آسف، أو تعمل سياسة أبارتهايد رسمية، أنت وضيفنا الكريم وكل العرب الذين موجودون هنا كانوا محبوسين في السجون. دولة إسرائيل فعلا أبارتهايد. إذا هي أبارتهايد، كيف نرى نواب عرب يتحدثون ضد قيام دولة إسرائيل؟ ارتباط مع العدو، قصدي السلطة الفلسطينية. تخيل في الوقت الحرب الباردة في الستينات والسبعينات، مواطنين أمريكان يتحدثون في موسكو ضد الولايات المتحدة. أنا أعتقد إنه هذه العملية استفزازية لا تقرب بين اليهود وبين العرب، بل بالعكس. صح، للوسط العربي عنده حق لتفضيل تمييز مسلح، أنا مؤمن بذلك، لكن كل الأعمال خارج إسرائيل عمل استفزازية. مقارنة دولة إسرائيل إلى فاشية، بنيامين نتنياهو المنتخب هو بنيتو موسوليني في رام الله، هناك قائد غير منتخب. فعلا أقول بالاختصار نريد أن نقرب بين العرب واليهود، لا نريد هذه الخيانة التي في الكنيست صوتت ضد قيام محطات بوليسية غير لصالح المواطنين اليهود.
بل ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل. نعم. سيد رياض، ربما اليوم تحدثت مع سياسيين من اليسار في إسرائيل يتحدثون بما يتعلق بتوجه وفد من القائمة المشتركة إلى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بذات اللهجة مع اليمين. هل برأيك أخطأ أيمن عودي والقائمة المشتركة بالذهاب بنضالهم إلى الخارج وعدم إبقاء ذلك داخل إطار دولة إسرائيل والمجتمع العربي والمجتمع اليهودي، وكما قال هذا سبب إلى شرخ بين المجتمعين لا يقرب بين الشعبين؟ نعم، مساء الخير فراس مرة أخرى ولضيفك الكريم مرهون جولان. يعني هناك كان مظاهرات لطائفة لأبناء الطائفة الدرزية وأيضا للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، ومناشدات عالمية ومحلية وقطرية، وحكومة إسرائيل أبرتهايد تضرب عرض الحائط. كل هذه الاحتجاجات ولا أذان صاغية ولا يعني بالعربي بالمشرمح مش شايفين حدا من سنتي. السيد برهون جولان يقول نتحدث ونتناقش عن أي حديث وأي نقاش. هناك أعضاء الكنيسة العرب الدروز وأيضا جمعية عدالة وأيضا شباب محامون من الوسط العربي التمسوا لمحكمة الدعاء العليا. سيكون القرار بالثامن والعشرين من يناير عام القادم 2019. من الصعب أن يراهنوا أعضاء الكنيسة العرب النواب العرب يراهنوا على محكمة الدعاء العليا بين أن تلغي بعض البنود في قانون القومية أو إنها تستمر ولا يكون هناك أي إلغاء لهذا القانون. فلمين يشكو مصائب حكومة نتنياهو التي دائما في كل اثنين وخميس تقوم بقوانين تسن قوانين مجحفة بحق الأقليات بشكل عام والأقلية العربية بشكل خاص في هذه البلاد؟ لمين؟ هناك اتفاقيات بين حكومة إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وهذه اللي طبعا يعني الوفد عندما ذهبوا وفد النواب من المشتركة ذهبوا إلى الاتحاد الأوروبي للقاء وزير الخارجية في كارلسبورغ السيد جان إسلبورن، طبعا هناك اتفاقية اقتصادية تجارية تقول هذه الاتفاقية في البند الثاني، وهم يريدون أيضا إبطال هذا البند إذا إسرائيل لم تقف هذه الصعرة الهمجية ضد الأقليات في إسرائيل والأقلية العربية بشكل خاص، إبطالها التجارية والاقتصادية. والبند يقول بالحرف الواحد يجب المساواة بين جميع المواطنين، وإسرائيل وحكومة نتنياهو تضرب عرض الحائط مع هذه المواثيق وهذه الاتفاقيات حتى مع الاتحاد الأوروبي. وهناك الكثير من المطالب من الاتحاد الأوروبي للوقوف بجانب الأقلية العربية اللي لا حول ولا قوة لها. نعم، لك رد سيد جولان. أولا، نسبة العرب داخل إسرائيل الحمد لله قد تضاعفت. إذا هي تضاعفت الحمد لله من سنة 1948، كيف نتحدث على التطهير العرقي، على أبارتهايد؟ كيف إذا نرى عرب في المستويات العالية الحمد لله وأنا أبارك على ذلك، كيف نتحدث على أبارتهايد؟ هذه الأعمال ضد إسرائيل بشكل رسمي، أعمال استفزازية كما قلت سابقا. هل هذه فعلا في الواقع؟ هناك خلاف عميق، هذا تحدي لإسرائيل، هذا تحدي للعرب، لكن هذه غير سياسات أبارتهايد. نحن نتحدث عن هذا الموضوع، كن حساس. هم يتحدثون كثير مهم. هناك فرق بين العرب واليهود، أنا في اعتقادي في تمييز معين ضد اليهود وضد العرب داخل إسرائيل، وكانت كثير نقاشات على هذا الموضوع. صحيح. دولة إسرائيل، وأكون واضح من فضلك، دولة إسرائيل هي غير أبارتهايد. اسأل السود، اسأل السود. أنا من فضلك عزيزي، من فضلك خليني الدروز، الطائفة الدرزية الكريمة صاحبة شجاعة تريد الاندماج مع دولة إسرائيل، رافع علم إسرائيل ربما أكثر من اليهود. هم يتحدثون على أشياء معينة محلية
قطرية وأحسن أن نحسن ذلك، لكن دائما يكون فرق بين حق لحق تقرير مسير كيهودي. لا لا، من فضلك أخ فراس، اليسار الإسرائيلي، اليسار الإسرائيلي يبعد نفسه من هذا التطرف. هذا التطرف يضرر، يدمر غير فقط دولة إسرائيل بل عرب إسرائيل، بل عرب إسرائيل أعمال مدمرة. لكن إيه عن أي تطرف؟ عن أي تطرف؟ تطرف جملة وأخلص لو سمحت. وإذا الحديث يدور حول حفاظ على الأقاليات، أهلا وسهلا نتكلم على الشعب الكردي، ونتكلم على المسيحيين في الشرق الأوسط، ونتكلم عن قضية اللاجئين اليهود الذين طردوا من البلدان العربية. إذا الحديث يدور حول الحفاظ على الأقاليات، وصلت فكرة. سيد رياض، بأمر آخر، تحدثت قبل قليل عن الاتفاقات مع إسرائيل بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. نعم. وأيضا منظمة المتحدة. نعم. دعنا نذهب إلى الواقع. نعم. الاتحاد الأوروبي لا يعني شيء بالنسبة لإسرائيل ولا منظمة الأمم المتحدة، لا تكترث. نعم. لا بقرارات الاتحاد الأوروبي وهي ذلك، ولا بقرارات منظمة الأمم المتحدة. نعم. ودعنا نقول هذه جماعات أو جهات ضعيفة. يعني ماذا سيحصل أيمن عودي من الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف؟ استنكار لقانون القومية يستطيع استنكار هذا؟ لا، ليس استنكار أخ فراس. أولا يجب فضح وكشف وجه هذه الحكومة الحقيقي الكاذب وكبيرهم الذي علمهم السحر، بيبي نتنياهو، الذي في الصباح وفي الظهيرة وفي المساء يستمر بسياسة الكذب على العالم أجمع وليس فقط في أوروبا، بأن دولة إسرائيل دولة ديمقراطية وتحافظ على جميع المواطنين والمساواة بين جميع المواطنين، وهذا لذلك لهذا تخاف إسرائيل. يجب الرأي العالمي والنواب العرب في المشتركة يجب أن يعملوا، وهم يعملون الآن وفي هذه الأثناء متواجدون في بروكسل ليبينوا ويكشفوا صورة إسرائيل الحقيقية وليست كما يتبجح نتنياهو واليمين المضطرب في هذه الدولة. خلال اللقاء أكد النواب على أن قانون القومية يخلق واقع. أنا أريد أن أجيب للسيد برهم، دعوني بالأبرتايد، هذه كلمة لا يخلق واقعا قانونيا وسياسيا جديدا، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطاني يا سيد برهم، والعنصرية والتمييز والاضطهاد، كما ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية. أنت تقول تطهير عرقي، هذا تمهيدا للتطهير العرقي. هذا تمهيدا، يعرف بالضبط هذا تمهيدا تطهير عرقي. يعني هو يقول تطهير عرقي، هذا تمهيد. هناك تطهير عرقي. نعم. في البلدان العربية. نعم. ضد المسيحيين، ضد مسلمين، كان ضد اليهود، هناك تطهير عرقي. المكان الوحيد فعلا من ناحية الأرقام الذي هناك فعلا وجود مكثف، وجود مسلم، وجود مسيحي، وجود درزي مبارك ومفيد لدولة إسرائيل، المكان الوحيد هي دولة إسرائيل. لم تجب لي لماذا؟ لا، نقطة مهمة. بنيامين نتنياهو، ذكر بنيامين نتنياهو، بنيامين نتنياهو هو رئيس حكومة منتخب الحمد لله. لا دكتور مهم، محمود عباس، لا، حط هذا على ميزان، وحط هذا على ميزان الاستخلاص وواضح. دولة إسرائيل هي ديمقراطية. أنا أي حاك يتكلم إذا دولة إسرائيل غير ديمقراطية أو لا ديمقراطية. يخلط الحادث، نبقى لموضوع الاستيطان، ويخلط الحابل بالنابل. سياسة حكومة نتنياهو، حكومة اليمين المضطرب اتجاه الأقليات العربية وغير العربية في هذه البلاد، العنصرية الفاشية، خلينا نسميها غير فاشية. نعم، فاشية. الكلمة أوكي دعني عنصرية. لحظة سيد جولان، دعني سيد جولان، فاشية. لا يوجد أي يهودي سيد جولان، سيد جولان، دعني أوضح أمر واحد في بعض من النقاط الأخ. دعني أوضح أمر واحد تفضل. تستطيع أن تقول ما تشاء، هذا لا يعبر عن ما تقوله قناة اي 24 نيوز لا بالفاشية ولا بالنازية ولا بأمر آخر، وذهبتم بعيدا في هذه المفردات والتعبيرات. دعنا نعود إلى الموضوع مرة أخرى. لماذا تتوجس إسرائيل أو تخاف إسرائيل من هذا التوجه من قبل النواب العرب إلى منظمة المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي؟ أخ فراس، المعركة اليوم هي غير معركة عسكرية،
العرب حاولوا يعني الجيوش العربية أرادوا إبادة إسرائيل، بعد ذلك مقاطعة كانت فاشلة يعني اقتصاديا، بعد ذلك إرهاب متواصل ولو في وقت أوسلو، وطبعا قبل 67. المعركة بالإضافة هي على الحقيقة المعركة هي دبلوماسية، وعندما هناك مندوبين الذين يتحدثون ضد قيام إسرائيل وجزء من الشعوب الأوروبية اليوم للأسف الشديد مقنعين أن دولة إسرائيلية فعلا أبارتايد، صح أخ فراس، المعركة هي على الكلمة، المعركة هي على الكلمة. وأنا غير مؤمن بالمعاكس من بعد، الإسرائيليين الذين يتنازلوا ويقول أنا أتخلى على هذه الساحة، لا، المعركة هي على الكلمة، وهذا السبب من الأسباب أنا قائد هنا. نعم. إذا لماذا تمارسها؟ تمارس هذه السياسة يا سيد برهوم إسرائيل؟ سياسة عنصرية. قانون القومية. الحديث يدور الآن حول القانون. طبعاً زيارة النواب العرب هي بسبب القانون القومي، بسبب القانون القومي. القانون لا يتحدث، القانون لا يدور حول أشياء محلية على الصعيد المدني. في هذا الموضوع في حاجة لأكثر مساواة بين العرب وبين اليهود وطنياً بكل ما يتعلق بحق تقرير المسير الوحيد للدولة يهودية في هذا الموضوع. طبعا هناك فضل معين للحركة الصهيونية رغم معناها دولة شرية يهودية وشطب باقي الأجيال. حتى من فضلك إذا تكون لا سمح الله دولة فلسطينية مستقلة طاهرة من أي وجود يهودي، طبعا إذا لا سمح الله يكون فضل معين للهوية العربية الفلسطينية كما هناك في مصر للهوية العربية المصرية، فما عدا لبنان. ولكن هل اليهودي المصري الذي اليوم يتمتع يهود من أين؟ من مصر، يهودي مصري بالأصل. يعني لا نرى اليوم أي وجود يهودي في مصر، في المغرب ما عدا المغرب، لكن وجود بالملايين يتمتعون. المعادلة واضحة، نحن نرى في إسرائيل، لا نرى يهود في البلدان العربية. لا كرد، تفضل. مرحوم. دولة إسرائيل، إذا لا أدري ماذا أنت يعني درست، دولة إسرائيل، أنا كمواطن إسرائيلي ومواطن أيضا فلسطيني عربي فلسطيني عربي نعم عربي. بدك تجردني بالعروبي يعني؟ لا بالعكس، عربي فخور بذلك. أوكي. سجل أنت عربي يا أخي، يا أخي أعطيني فرصة. تفضل. أنا لا أعلم ماذا درست وماذا تعلمت، ولكن من خلال تجربتي في الحياة في هذه الدولة يعني مورسة على جسدي الاضطهاد والعنصرية والتمييز وفي كل المجالات الحياتية اليومية، سواء على صعيد العمل، على صعيد الدراسي، على صعيد البناء، على صعيد الترخيص للبناء، على جميع الأصعدة. فلا حاجة بأنك تصرخ وتقول إسرائيل وإسرائيل وإسرائيل، ولكن اليهودي الذي يعيش بأي دولة في العالم يتمتع مثله مثل كل مواطن في الدولة اللي يتبعها، سواء بفرنسا ولا سواء في 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 أوروبا، في أمريكا، في أمريكا اللاتينية، في في في, في آسيا، في أستراليا، يتمتع مثله مثل كل مواطن عادي في البلد اللي هو بيعيش فيها. ولكن نحن هنا كمواطنون عرب، بالرغم إنه من الاضطهاد، وبالرغم من المجازر، وبالرغم من الحروبات، لا. بالرغم من كل ما أجدادنا. كن حساس مع المصطلحات يا أخي. أوكي ما مرينا مجازر. مجازر مرينا. عايشين مكيفين معززين. الحمد لله. حتى كان وزير عربي كان في حكومة إسرائيلية، الحمد لله. هذه المصيبة الكبرى لكي يعني تقول لكل العالم، رأي العالم العربي، نحن ديمقراطية، وهذا هنا عربي وزير، وهاي عضو كنيسة.
غير كدمية غير مثل دمية. لا عدا عن انه دمية بعد من انه عدا عن انه دمية لا نريد لا انا لا اريد انا لا اريد لا تريد ولكن هذه الحقيقة عربية وانا اريد اعرف اندماج العرب في الاحزاب اليهودية يا برون برون لكن نرجع لا يا سيد برون كثير مهمة عند الاخ من فضل تفضل جولاند باختصار بالاختصار يتكلم على اليهود في العالم نحن نعرف بالضبط ماذا فعلوا الأنظمة العربية لليهود في المشرق وهذا السبب أن البلدان العربية الطاهرة من أي وجود يهود ونحن نعرف حفظنا على اليهود في بلاد على اليهود كأهل الذمة حفظنا على اليهود خسرنا في المعركة في 48 وعرضنا اليهود للمذابح في أنحاء العالم العربي حسب قوانين وقرارات الجامعة العربية سنة 1948 هذا معروف لكن في شمال أفريقيا من حافظ عليكم من نازيين في بلاد أندلس في بلاد الأندلس نحن نعرف بالضبط من تعاون مع النازية أمين الحسيني دعوني أعود بكم إلى الموضوع النقاط المحلية نرجع إلى النقاط المحلية إذا الحديث يدور حول بناء حول تلخيص معين حول كيف نحسن وضع الطالب العربي المواطن العربي المؤسسات وأكثر من ذلك العربية في المدن في القرى في البلدات وأقول فلماذا لا لكن الحديث لا يدور على ذلك هو أهم من ذلك هو أخطر من ذلك هو يتكلم على العلم الفلسطيني تغيير دولة إسرائيل حتى لو إذا تكون دولة فلسطينية يا حبيبي يعني يريد يعطيني يعني يعطيني يعطيني فتات فتات يعطيني إذا الحديث يدور حول أشياء محلية كيف أقول فلماذا لا لكن إذا أشياء وطنية أقول بالاسم بالاسم الصهاينة بالاسم الصهاينة بالاسم الحق بكل المسؤولية أقول وأنا واضحا لا من حق لدولة يهودية دولة يهودية في مكان للعرب غير كأهل ذمة هذه الظاهرة كانت في البلدان العربية الأخ يعرف ذلك تاريخيا فهو الحمد لله هذه الظاهرة لم تكن في الدول العربية لا نرى وجود الإسلام يهودي. الإسلام أكثر دين وأكثر دياني حافظ على جميع الأقليات سواء المسيحي واليهودي المسيحي يريد أوروبا المسيح باتجاه إلى أوروبا أين الوجود المسيح في بيت لحم؟ أين الأقباط في مصر؟ أنت تريد أين المسيحين في العراق؟ أنت تريد تطهير عرقي؟ أنت تريد حلو. يا سيد جولان هذا الموضوع بعيد دعني أعود بك إلى الموضوع ذهب وفد من قائم المشترك وتحدث ذكرنا ذلك منذ البداية هل هناك من يقول بأن ذهاب وفد من القائم المشترك الاتحاد الأوروبي المنظمة المتحدة خسر بذلك حتى دعم اليسار في إسرائيل وبقي لوحده سيعود في نهاية المطاف سيعودون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة لن يلقى أي دعم لا من هكذا يقال من اليسار الإسرائيلي أو من أي طرف آخر لأنه أخرج نضاله ضد قانون القومية من نطاق الدولة مع علاقة الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات عديدة منذ قيام هذه الدولة وهناك من اليمين ومن اليسار ومن الوسط أيضا من المركز الخارطة السياسية في إسرائيل دائما ما كانوا يلجؤون إلى نواب في السناتور الأمريكي وللوبي اليهودي وإلى شخصيات اقتصادية مؤثرة في أمريكا في كل ما يتعلق بمواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية هذا ليس بجديد وهذا يعني النواب العرب اليوم عند ذهابهم إلى الاتحاد الأوروبي ما في لمين يشكو همهم يعني لمين لا حكومة نتنياهو اليسار الذي لا حول ولا قوة ما في يسار أصلا فيش يسار أنت تذكر يسار ولكن اليسار معدوم أين هو اليسار منذ اغتيال رابين على يد الإرهاب اليهودي بين هلالين اليسار معدوم لا يسار في هذه الدولة فلجوء الاتحاد الأوروبي لربما يؤثر على الرأي العام العالمي والأوروبي بأن إسرائيل كشف القناع عنها بأنها تمارس الأكاذيب
حول العالم عن الديمقراطية وعن بجملة. وعن المساواة بين المواطنين، وهذا كذب وافتراء، وأنا يعني أحييهم جميع النواب على هذه الخطوة، وكان من أجدر من أول يوم الذهاب إلى بروكسل والاتحاد الأوروبي. في سوريا نعرف بالضبط من يقتل فلسطينيين في المخيم. فلسطينيين، أين هي القيادة الفلسطينية؟ فلسطينيين يقتلون. لم يبقى لي الوقت. سيد جلال بارون دائما يخرج الحابل بالنابل، يعني ما في مفر من ذلك. جزيل لك، حق علينا اللي حافظنا عليكم في بلاد الأندلس. شكرا جزيلا لك عزيزي المشاهد، ناتي إلى ختام المناظرة اليومية. شكرا لكم على طول المتابعة. بعد قليل سوف تكون مع نشرة إخبارية مع الزميل مهند نبيل. شكرا جزيلا.